يتكلمون يبدعون فوق البساط الأخضر. السكندري الرأسية يا راجل يا راجل، وحلوة حلوة حلوة. الله 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 يا مؤمن، الله يا مؤمن زكريا. حلوة، هي رسالة سلام، رسالة محبة، رسالة تآخي، رسالة للشهداء. الله الله الله، حينما تكون الرسالة راقية رائعة ممتعة، يعني جميلة، فيها كل اللوحة الإبداعية، ولما لا؟ هل هناك احتفاء بالشهداء؟ أجمل من أن يكون الاحتفاء بأرقى الكلمات وأجمل المعاني وأفضل السطور والكتابات هو إبداع كروي يسطر فوق البساط الأخضر. مؤمن زكريا ينفجر إبداعا بتصويبة ولا أروع. يا سلام عليك يا كرة القدم، يا سلام عليك يا مؤمن يا زكريا، روعة الروعة يا ابني. خد الكرة اللي مرتدة على طول من كايدي وصوب. بص شوف، بص شوف الروعة، الجمال الجمال الجمال. الله عليك يا كرة القدم، راسمة البسمة وعلى طول، التي تقول للعالم مصر صامدة، مصر للنادي الأهلي. لعب على طول من الشلهوب، جول جول جول. أحمد الشيخ قلت لحضراتكم عملها في روما، وهو موهوب مع الموهوب الشلهوب، عملوا ثنائية هات وخد، زي ما أوبلاك خد جول، أنخيل مويا خد جول، والكل فرحان وسجدة شكر لرب العالمين. مفيش كلام، سأقول اللاعب الأسباني هو اللي عمل الخطأ. أدي سأقول رقم 8 داس على رجله كده وقعه، وعلى طول طبعا هذا اللاعب لعب لريال مدريد في الناشئين. الكرة معدية الكل وهي تخبط، الكرة بتحب أحمد الشيخ، الكرة بتحب أحمد الشيخ. بصوا شوفوا شوفوا عدت إزاي، عدت من الكل، خبطت في رجله ودخلت، والكرة إلى داخل المرمى، وحلوة حلوة مفيش كلام. كان أحمد سامي كمان مكمل، كان أحمد سامي مكمل، لكن هي جت. وطبعا أصحاب الأمس الاثنين كانوا في المقصة الموسم الماضي، هنا فرحة حلوة. راية الأمة العربية التي تقول لا للإرهاب وبأعلى الصوت. سامعين حضراتكم الجماهير تزأر في المدرجات. والهدف الأول، الهدف الأول سأقول يحرز الهدف الأول مع الدقيقة 64 أو الدقيقة 14. سأقول الدقيقة 19، الدقيقة 19 سأقول. هذه كرة عرضية، ضربة رأسية حلوة محطوطة، عمل معها المحاولة أحمد عادل، لكن عدت. 2-1 لهذا اللقاء. شوف نتأكد منها، نزل مكان أحمد سامي، هنتأكد. عادي على طول بيطلع منطقة وسط الملعب، في أكرم توفيق موجود، في ميدو جابر موجود، في أحمد حمدي موجود، والضربة الرأسية والهدف الثاني. الهدف الثاني جريزمان يا ولد يا ولد. محمد عبد المنعم الصاعد الواعد، محمد عبد المنعم رقم 31 نزل في الدفاع في العمق الدفاعي، كان مختاره الكابتن حسام البدري لمباراة هذه هنا بالبوكس، لكن بترجع مرة ثانية، وجريزمان بياخد الكرة. شوفوها اهي، شوفوها مرة ثانية اتلعبت، وعلى طول الى داخل الاهلي او الاهلي واتلتيكو مدريد، والهجمه المرتده السريعه، وبيحاول يعدي ولعبها، وخطيره خطيره خطيره. والهدف الثالث، الهدف الثالث للخطير جاميرو. كنت فين يا راجل جاميرو؟ كوريا بيقول له برافو. ادي جاميرو بيجيبه، جريزمان كمان بيكلمه، ادي جريزمان اللي عليه بقول لحضراتكم يعني حوار و طلبات كده من عديد الأندية، إنما جاميرو بيخطف الأضواء ويجيب الجول الثالث للفريق، الثاني له مع الدقيقة 82 من نص الملعب. الكرة على طول يعني الهجمة المرتدة، ومفيش تسلل، وإن كنا نسيب الكلام ده بقى للمونديال جمال الغندور، لكن هي اختراق في العمق الدفاعي بشكل حلو. طالع احمد عادل ما يقدرش يعمل حاجه، جاميرو يتمكن من احراز الهدف الثالث، يؤكد به تفوق فريق اتلتيكو مدريد في الشوط الثاني على نجوم الاهلي.